نفسي أقول للأزواج والزوجات إن إحنا عندنا وقت في الحياة الزوجية تستحق منا إن إحنا نعمل أفضل حاجة ممكن نعملها في حياتنا الزوجية، اللي هي إيه؟ التجربة، إن إحنا نجرب. دايماً الأزواج والزوجات بيخافوا جداً جداً من الخطأ، وكأني شريك الحياة دايماً قاعد متربص بيه، أول ما يغلط هيحطوا له الخطأ ده في رصيد الأخطاء اللي عنده، ويترتب على ذلك بعد كده إن هو يتحول إلى وحش أو يتحول إلى إنسان جاهل لا يستحق إن هو يكون في مكانة زوجه. لكن الحقيقة يعني إن التجربة هي أسرع طريقة لحل مشكلات، وإن التجربة هي اللي بتورد الخبرة عند الأزواج، وإن التجربة هي اللي بتخليهم يحسوا إن هم بيبنوا بيتهم طوبة طوبة. الحقيقة إن الناس كتير بتعتبر إن التجربة نوع من أنواع العجز، لغاية ما بيوصلوا للعجز الكامل لما يحسوا إن هم مش عارفين يحلوا أي حاجة. التجربة معناها إن إحنا نحط هدف لينا ثم نرجع له بعد شهر ولا بعد شهرين ونشوف إحنا حققناه ولا لأ، وإذا ما حققناهوش نبص إزاي نحققه بطريقة تانية. إحنا قاعدين مع بعض، إحنا قاعدين عشان نسعد مع بعض، فتعالوا نجرب مع بعض. وعشان نقدر نجرب مع بعض تعال أقول لكم على شوية إجراءات نعملها عشان نقدر نكتسب هذا العمق في الحياة اللي بيخلينا نحس إن حياتنا مليئة بالسعادة عندما نهتم بتفاصيل الحياة. أول حاجة، لو سمحت حاول تكتب أنت وشريك الحياة أول حاجة ممكن تعملوها عشان تقدروا تحققوا قيمة إضافية في حياتكم. يعني إيه؟ عايزين نقدر نوصل إن إحنا نفهم بعض بأقصى طريقة ممكنة. اكتبوا إيه اللي أنتوا تعملوه عشان تقدروا توصلوا لفهم بعض بطريقة سهلة. طيب وبعد كده نعمل إيه؟ بعد كده اختاروا مع بعض لغة مشتركة بينكم أنتوا الاتنين، واعملوا باللغة المشتركة دي. تالت حاجة، لو سمحتم لما تكون قدامكم حاجة صعبة عليكم خدوا قرار بأن أنتوا مش لازم تحلوها بسرعة وفي نفس الوقت ده، لكن لازم تحلوها في وقت أنتوا الاتنين تحسوا أن أنتوا اشتركتوا مع بعض في صناعة هذا الحل. جربوا، هتسعدوا، لأن التجربة معناها أن أنتوا مع بعض بتبنوا حياتكم طوبة طوبة بالسعادة والهنا والفرح. والمزيد من الإيضاح والتفاصيل زوروا موقع مبادرة مودة. رحلة بدأناها وفي طريقنا، في اللي بسطنا وفي اللي ضايقنا، دي الدنيا قابينا أمشينا فيها الحلو وفيها المر، وحلاوة الرحلة في مشاويرها، والحد ما نوصل لأخيرها، في حاجات فينا واجب تغييرها علشان كل صعب يمر. ليه شغلنا حياتنا بالمادة مش بالإيمان؟ لو عشنا في رحمة ومودة نلقى الأمان. لو نهدى ونهد نفوسنا وزي ما قال ربنا نصبر، ده خلق أزواج من أنفسنا، أي نسكن ليها فليه نور.